اهلا بيك عزيزي المشاهد في حلقه من حلقات قناه نقاط عصافير الزينه. موضوع حلقه النهارده جايب لكم من الصيدليه البشريه مضاد حيوي اسمه ايموكس، بيستخدم في علاج الامراض المعويه بالنسبه للطيور زي الاسهال الاخضر وامراض التنفس زي الاصابه بنزلات البرد بالنسبه لعصافير البادجي وعصافير الهجروم وكافه عصافير الزينه. هوريكم شكل المضاد الحيوي اللي اسمه الايموكس وطريقه استخدامه. ده شكل الايموكس، مكتوب عليه ايموكس اموكسيسلين 250 ملي جرام على 5 ملي. ده يعتبر مضاد حيوي لعلاج البرد، بنستخدمه بإضافة معلقة للتر مية ونقلب تقليب جيدا ونملأ المسق ونقدمها لعصافير الزينة المصابة بالبرد أو المصابة بالإسهال الأخضر، وإن شاء الله ربنا يجيب الشفاء وتنجو العصافير من الإصابة. إن عجبكم الفيديو دعمونا بلايك واعمل اشتراك للقناة وشير الفيديو. هنجاوب على كل الأسئلة والاستفسارات. إلى اللقاء في فيديو آخر. تقبلوا مني كل تحية. صبر أمين من قناة عصافير الزينة. إلى اللقاء.